بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الصدقة برهان. أنت عندما تريد أن تتصدق ابتغاء وجه الله، هذا له منافع كثيرة أحبتي في الله. أولا، يعلمك عدم الشح، لأن الشح مرض. في النهاية ستغادر هذه الدنيا، لن تعيش للأبد، ستترك كل شيء وراءك، ولن تأخذ معك شيئا إلا عملك، ستأخذه معك. من فوائد الصدقة أيها الأحبة، قام العلماء مؤخرا بدراسة في جامعة هارفارد، وجدوا شيئا عجيبا، أن أكثر الناس تسامحا وعطفا وصدقة هم الذين كانوا أكثر صحة نفسية وأكثر أو أطول عمرا. سبحان الله، يعني دراسة مفاجئة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول والصدقة برهان، ماذا يعني هذا الحديث؟ تأملوا أحبتي في الله، الصدقة دائما هي إثبات مادي على أنك بالفعل مؤمن بالله. من الذي أعطاك هذا المال؟ هو الله. أعطاك 1000، يريد منك 25 فقط. نسبة الزكاة أيها الأحبة 2.5%. يعطيك 1000، يأخذ؟ لا يأخذ، هو تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك أن يحتاج لنا. هو الذي أعطانا المال وطلب منك أن تعطي زكاة مالك، يعني بالمئة 2.5، يعني بالألف 25. يعني تصوروا أحبتي في الله أن إنسان أعطاك أمانة. أنا فقط مثال أريد أن أتصوره معكم. إنسان أعطاك أمانة، قال لك خذ هذه 1000، هذه كلها لك ما عدا 25 مطلوب منك أن توصلها لإنسان فقير محتاج. عندما تعطيه هذه 25، أولا ستكون أنت سعيدا، وستدخل السعادة عليه، وستساهم هذه الصدقة في طول العمر. ولها فوائد كثيرة أيضا، أنها تنشط النظام المناعي، لأن الإنسان عندما يتخلص من الحقد والغل واللؤم والشح والبخل، تجد نظامه المناعي يعمل بكفاءة أعلى، ويتخلص من الأمراض بسرعة. طيب، أنت أخذت هذه 1000 ولم تعطي 25، هو أعطاك الله تعالى أعطاك 975، قال لك فقط هذه 25 أوصلها لإنسان محتاج وخذ الباقي. مع العلم أن أحدنا، يعني نحن عندما نريد أن نوصل أمانة لشخص، نعطيه 1000، نقول له خذ 25 يعني أجرتك، وأعطي 975 كأمانة يعني للشخص. الله ماذا عمل معنا؟ أعطانا هذه 1000 وطلب منا 25 فقط، 2.5%. تصور أن هذا الإنسان أخذ 1000 وهرب، حتى 25 لم يعطيها، كم هذا الإنسان لئيم، كم هذا الإنسان سيندم ويتحسر. لذلك أيها الأحبة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، ماذا قال، ماذا يقول الإنسان لحظة الموت؟ قال رب ارجعون. طيب ماذا يفعل؟ لماذا يطلب الرجوع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يريد عمل صالح. وعلى رأس هذه الأعمال الصالحة الصدقة، لأن هناك آية أخرى أيها الأحبة، الله تعالى يقول وأنفقوا من قبل مما رزقناكم، يعني أنفق من مال الله ليس مالك، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. ماذا يقول؟ يجب أن تتخيلوا معي أيها الأحبة، ماذا ستقول لحظة الموت؟ هذه اللحظة قد تكون ثانية، بينك وبينها ثانية.
من وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني يا رب فقط دقائق، لا أريد أكثر من دقائق. طيب ماذا ستفعل؟ فأصدق وأكون من الصالحين. سبحان الله، يريد أن يعود ليتصدق، لأنه لحظة الموت ستعرض أمامه جهنم وسيرى عمله السيء في الدنيا وأنه قصر في حق الله، فيطلب أن يعود لكي يتصدق بهذه الأموال التي تركها وراءه. ولكن الله تعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. سبحان الله. لذلك أحبتي في الله، مهما تصدقت من مال لن ينقص، سيطرح الله فيه البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى لو لم يكن معك سوى جزء من تمرة، نصف تمرة، ضعها في فم فقير، فم محتاج، فم قريب، صل بها الرحم وستجد أنها وقاية لك من النار. تمرة أيها الأحبة يلقيها الإنسان في فم فقير، يأخذها الله ويتقبلها بيمينه، ولكن بشرط أن تكون من كسب طيب، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير المدلل، شيء عزيز عليك تربيه الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل. يأتي يوم القيامة يرى هذه الجبال من الجنات والنعيم والأنهار، يقول يا رب يعني أين هذه؟ فيقال له اذكر يوم تصدقت بكذا، يوم تصدقت بكذا. لذلك أحبتي في الله، والله الصدقة هي أكبر برهان يدافع عنك أولا لحظة الموت. أنت لديك برهان، تصور أنك تدخل إلى محكمة، إلى مثلا يعني مكان تحتاج إلى دليل أو برهان وليس معك شيء، فكيف إذا دخلت إلى قبرك وليس معك شيء؟ والصدقة برهان، هذه الصدقة ستكون نورا لك في القبر، وستجد أضعاف مضاعفة. لذلك أطول نص في القرآن هو نص الإنفاق والصدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.